الحمد لله، الحمد لله وبه نستعين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، وطامعين برضاك ورحمتك، آمنين في حصنك، وسالمين بقدرتك. ونصلي ونسلم على خير البرية أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فيسر الله ببعثته أمور العباد، واستيقظ به الله قلوبا وعقولا كانت في سباتها العميق. فاللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نعيش أياما مباركة في هذا الشهر المبارك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى بين الشهور، استعدادا لشهر شعبان وشهر رمضان. فجاء الله به منفردا، استعدادا لما سيأتي بعده، ألا وهو شهر شعبان وشهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أن يبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية، ومزيدا من العمر في طاعة الله، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، اخترنا لهذه الجمعة المباركة موضوعا هو من الأهمية بمكان، يحتاجه كل إنسان على وجه الأرض نظرا لأهميته ومكانته، ألا وهو موضوع العدل. العدل الذي ضده الظلم. والعدل أيها الأحباب الكرام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. أما تعريفه فهو وضع كل شيء في موضعه، هذا هو تعريف العدل، هو وضع كل شيء في موضعه. كما أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في كل الأمور، في حال الرضا وحال الغضب، سواء أكان الخصم قريبا أم بعيدا، غنيا كان أم فقيرا. فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا يصح للإنسان أيها الأحباب الكرام أن يقابل الظلم بالظلم، كما لا يصح أن تدفعه العداوة للميل عن الحق. وبغض النظر عن اختلاف الجنس أو اللون أو الدين، فالعدل هو العدل، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويبين الحق تبارك وتعالى أن الظلم يعود على صاحبه، يعود على صاحبه بالوبال في الدنيا والآخرة. فيقول عز من قائل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم
فننبئكم بما كنتم تعملون. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة داود عليه السلام مع الخصمين اللذين احتكما إليه، فقال سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق الله العظيم. ويبدو أيها الأحباب الكرام من خلال هذه الآية الكريمة أن داود اتهم صاحب النعاج 99 بظلم أخيه قبل أن يسمع وجهة نظره. فالآية أيها الأحباب الكرام هنا لم تذكر إلا كلام صاحب النعجة الواحدة فقط. ورد داود عليه: وربما كان لصاحب النعاج حجة أو منطقا أو رأيا، ولكنه لم يأخذ الفرصة للدفاع عن نفسه. ولما كان داود عليه السلام نبيا فقد تنبه في التو واللحظة لخطئه فاستغفر وأناب إلى الله. ولذلك كان التعقيب الإلهي على الموقف يقول الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. وإلى الشطر الثاني من الخطبة لتكميل القصة مع الخصمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجلني وأحبتي من النار. ثم أما بعد، يبدو والله أعلم أن ما حدث من داود كان لشفقته على الفقير صاحب النعجة الواحدة، وتوهمه ظلم الغني له وطمعه في نعجته. وذلك هو الهوى الذي نهاه الله عن اتباعه في الآية سالفة الذكر، لأن الأنبياء مبرؤون من اتباع الهوى الذي هو ما تهواه النفس وتشتهيه. أما الهوى المذكور فهو ميل نفسه عليه السلام نحو الفقير صاحب النعجة الواحدة، والعطف عليه والإشفاق على حاله. لذلك كان التوجيه الإلهي إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي لا تميلوا إلى الفقير عطفا وشفقة عليه، ولا تميلوا إلى الغني طمعا فيه أو رهبة منه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الجميع، وعليكم بالعدل المطلق دون النظر إلى الخصم من ضعف أو قوة أو غنى أو فقر.
وقد أهلك الله أمما كثيرة بسبب التظالم بينهم. فقوم شعيب مثلا كانوا يبخسون الناس أشياءهم، ونصحهم نبيهم بأن لا ينقصوا المكيال أو الميزان، فأبوا إلا ظلم بعضهم البعض فأهلكهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من عدم إقامة العدل بينهم فيقول: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكما أن العدل بين الناس مطلوب، فكذلك العدل مع النفس مطلوب. فظلم النفس مهلكة. وربنا تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول كذلك: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ويقول تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فظلم النفس تعريضها للعذاب وحرمانها من نعيم الجنة وعدم تزكيتها وتطهيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. فمن ظهر نفسه من الذنوب، فمن طهر نفسه من الذنوب وسلمها من العيوب وأوردها موارد الطاعة وجنبها موارد التهلكة كان عادلا معها. ومن تركها تنهل من المعاصي وتنال ما تستهيه دون أن يكبح جماحها كان ظالما لنفسه. فالناس أيها الأحباب الكرام، فالناس عاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. فاللهم أعط أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. فاللهم في هذا اليوم المبارك جعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت عليهم النار ورحمتهم وكتبت لهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وشافي مرضانا وارحم موتانا واقبل توبتنا وآمن روعتنا وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما تعالى ذلك. اللهم يا أرحم الراحمين اكشف عنا هذا البلاء، اللهم اكشف عن الأمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم اكشف عن الأمة هذه الغمة، إنك على كل شيء قدير. شافي كل مريض يا أرحم الراحمين، شافي كل مريض، عافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين. ارحم كل ميت مات بهذا المرض أو بغيره، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.